شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة على الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هنالك منظومات أربع ينبغي علينا الاهتمام بها يكفي في بيان عظمه هذه المنظومات ان انبياء الله العظام والائمه الكرام وهم صفوه البشريه هؤلاء كلهم قتلوا اريقت دماؤهم دماء الكثير منهم من اجل هذه المنظومات الاربع او من اجل بعضها على الاقل النبي الاعظم صلى الله عليه واله الذي لولاه لما خلق الله الكون قتل من اجل هذه المنظومات دماء سيد الشهداء واهل بيته الاوفياء واصحابه اريقت من اجل هذه المنظومات او من اجل بعضها على الاقل المنظومه الاولى هي المنظومه الـ عقائديه هذه المنظومه مهمه جدا هنالك حديث في بحار الانوار هذا الحديث يقول بعضكم اكثر صلاه من بعض وبعضكم اكثر حجا من بعض، وبعضكم اكثر صدقة من بعض، ولكن هذه كلها مهمة، ولكن من هو الافضل؟ الحديث الشريف يقول: وافضلكم افضلكم معرفة، كلما درجة المعرفة ازدادت، قرب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر، كيف نعرف الله؟ هذه قضية مهمة جدا كيف نعرف النبي الاعظم صلى الله عليه واله؟ كيف نعرف الامام؟ الان انتم في الطريق الى زياره الامام الرضا صلوات الله عليه عندما تدخلون على الامام الرضا صلوات الله عليه بأي رؤية تدخلون؟ وباية رؤية ندخل؟ يمكن واحد يعتبر الإمام الرضا عبدا من عباد الله الصالحين، هاي مرتبة من مراتب المعرفة يمكن يعتبر الإمام صلوات الله عليه اماما مفترض الطاعه هاي مرتبه اخرى من مراتب المعرفه يمكن ان نعرف ان الامام الرضا صلوات الله عليه امام الله تعالى اعطاه الولايه التكوينيه والتشريعيه هاي مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. كلمة الولاية التكوينية عندما تقال بعض الناس يستوحشون منها. الولاية التكوينية قضية واضحة وبديهية. الآن أنا وأنتو الله تعالى أعطانا ولو بمعنى آخر. مرتبة من مراتب الولاية في التكوين، الله ما معطينا، الآن أنتم تحركون يدكم، هذه مرتبة من مراتب الولاية التكوينية، الرجل المشلول ما يتمكن يحرك إيده، ولكن أنتم تتمكنون أن تحركوا يدكم، هاي مرتبة من المراتب للولاية التكوينية ولو بمعنى اخر. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الإمام الرضا، الله أعطى زمام الكون بأيديهم. الكون والحياة والامور باعطاء الله سبحانه وتعالى كلها بايديه فمرة عندما ندخل حرم الامام الرضا صلوات الله عليه ندخل بهذه الرؤية هذه الرؤية تختلف عن المراتب المتقدمة ومرة مضافا إلى ذلك نعتبر النبي الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين العلة الغائية للكون لوجود الكون لبقاء الكون هذه مرتبة أخرى من مراتب المعرفة أفضلكم أفضلكم معرفة إحنا يجب علينا جميعا أن نحاول أن نرفع مستوانا المعرفي وأقترح على الإخوة ما كان يقترحه الوالد رحمه الله الوالد كان يقترح علينا أن نقرأ كتاب حق اليقين لأحد علمائنا الكبار وهو السيد عبد الله الشبار إن شاء الله هيئوا هذا الكتاب من قم ومشهد واقرأوا هذا الكتاب اقرأوه بأنفسكم أو اقرأوه عند أستاذ، هذه هي المنظومة الأولى، المنظومة العقائدية، المنظومة الثانية باختصار المنظومة الأحكامية هناك حديث الإمام صلوات الله عليه يقول ما أقبح بالرجل منكم مضمون الحديث أن يأتي عليه خمسين عام أو ستين عام وهو لا يعرف الصلاة أحيانا واحد بعد خمسين عام ستين عام يكتشف أن صلاته اللي هي عمود الدين كلها كانت باطلة أو لا يكتشف ذلك عندما يروح إلى العالم الآخر يفتح عينه هناك الملائكة يقولوا له أن كل أعمالك كانت باطلة. حقيقة هذا الشيء لا يؤلم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لكميل: يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة كل بيع كل شراء هذا يحتاج إلى معرفة من الذي يتكفل لنا هذه المعرفة تعلم الأحكام الشرعية أحد الأفراد، الكبار هنا في قوم نقل لي قال لي إنني في حياتي قمت بمعاملة واحدة فقط، ثم تبين لي أن هذه المعاملة كانت معاملة ربوية، ربا كانت، مع أنه يعيش أجواء الدين والمتدينين، بعدين واحد يكتشف أن معاملاته كانت ربوية قال كان في بيتنا قند أو شكر لو قند لو سكر فأردت أن أعوضه رحت إلى دكان وأعطيت القند وأخذت الشكر أو أعطيت الشكر وأخذت القند فالبايع باعني ذلك متفاضلا يعني أنا أعطيت كيلو مثلا وأعطاني ثلاثة أرباع الكيلو ثم بعد ذلك اكتشفت أن هذه المعاملة معاملة ربوية كانت، لأن في المكيل والموزون يجب أن يكون الوزنان متساويين، ما كان يعرف هذا الحكم، فإحنا في الواقع ينبغي علينا أن نضع منهجًا لتعلم الأحكام الشرعية. في في مجال العقائد حق اليقين، في مجال الاحكام الرسائل العمليه، نتباحثها ندرسها نطالعها المنظومة الثالثة والرابعة المنظومة الاخلاقية والادابية، منظومة الاخلاق مذكورة في كتاب جامع السعادات وفي كتاب الفضيلة للوالد رحمه الله والمنظومة الآدابية مذكورة في كتاب لأحد علمائنا الكبار وهو الشيخ الممغاني رحمة الله عليه عنوان كتابه مرآة الكمال الصلاة فيها آداب المشي فيها آداب التكلم فيه آداب، الأكل فيه آداب، المشي مع الأبوين فيه آداب، عندما واحد يمشي مع أبوه لا يتقدم على أبوه، وإنما يكون متأخراً عن أبيه أو على الأقل يكون مقارن إليه. الآداب الشرعية تملأ الحياة، الأخلاق والآداب في أحوال المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه ليش المفاتيح له هذا الموقع تعلمون أن المفاتيح ثاني كتاب في عالم التشيع بعد كتاب الله هذا إلى عوامل من جملة العوامل لعله يكون شدة تأدب المحدث القمي جدا كان مؤدب بالاداب الشرعيه من جمله الاشياء اللي كاتبين في احواله انه ما كان يلمس جلد كتاب الاحاديث الا وهو على وضوء يعني اذا كان يريد ياخذ كتاب الكافي مثلا كان اول يروح يتوضا ثم يأخذ هذا الكتاب. المحدث القمي صاحب المفاتيح رحمة الله عليه، إذا كان يريد أن يكتب حديثا، كان يروح يتوضأ، ثم يجلس مستقبل القبلة، بهيئة التشهد، شلون نقعد في التشهد؟ هكذا كان يقعد المحدث القمي ثم كان يكتب الحديث لعله كتب مفاتيح الجنان كل بهذه الطريقة الآداب الشرعية في البيت في المجتمع مع الأبوين مع الأولاد في الأكل في الشرب في الذهاب في الإياب إن شاء الله هذه الكتب الأربعة هيئوها حق اليقين في المنظومه العقائديه الرساله العمليه في المنظومه الاحكاميه جامع السعادات او كتاب الفضيله في المنظومه الاخلاقيه كتاب مراه الكمال للعلامه الممغاني في المنظومه الادابيه هذه المنظومات الاربع ان شاء الله فيها سعاده الدنيا والاخره نعود الى بدايه الحديث كيف نعرف الامام كيف نعرف كريمه اهل البيت صلوات الله عليها انتم الان في ضيافه كريمه اهل البيت غدا إن شاء الله أو بعد أيام تكونون في ضيافة الإمام الرضا كيف نعرف الإمام هذه قضية مهمة الكثيرون جاءوا إلى كريمة أهل البيت إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه وحلوا عقد حياتهم إحنا كل واحد منا اكو في حياته عقد او عقد، هذه العقد لعله يقدر لها ان تظل الى النهايه، ولا يرفعها الا شيء واحد وهو التوسل باهل البيت الطاهرين، صلوات الله عليهم اجمعين، ربما تكون بعض العقد على هذا النحو، انتم ان شاء الله في هذه السفره حاولوا ان تحلوا هذه العقد يعني عندما تدخلون الحرم تتحدثون مع الامام حديثكم مع امام حي حاضر انا مره قلت للاخوه اذا النبي الاعظم صلى الله عليه واله كان الان موجود هنا كيف كنا ننهال على النبي الاعظم صلى الله عليه واله ونطلب حاجاتنا الدنيويه الاخرويه الشخصيه الاجتماعيه النبي بكلمه واحده بلمسه واحده يحل العقده باذن الله تعالى شاب في احدى المعارك اصيبت عينه بسهم او رمح او ما اشبه فسالت عينه على خده. اجى الى النبي صلى الله عليه واله وقال له يا نبي الله انني حديث عهد بالزواج، الجهاد بي تضحيه ولكن انا الان اعود الى زوجتي وعيني سائله على خدي. هذا ما يتحمل هذا الواقع. النبي صلى الله عليه واله بيده المباركه اخذ عينه من خده ووضعها في مكانها فشفيت عينه في الحال وفي ذهني ان المؤرخين كاتبين ان عينه الى اخريات ايام حياته كانت ترى افضل من عينه الثانيه، طبعا هالشكل. العين اللي تلامسها يد النبي الاعظم صلى الله عليه واله. هل هنالك فرق بين حياتهم وموتهم؟ ماكو فرق. الامام الرضا حي وحاضر وناظر، كم مليون يجون الى مشهد في كل عام؟ احد الاخوه نقل لي ولعله مبالغ في القله، يعني مقلل الرقم. قال في كل عام يجون الى مشهد حوالي 14 مليون انا اظن اكثر من ذلك الافراد الجماعات ياتون وياخذون حاجاتهم انتم ايضا اذهبوا الى الامام الرضا والى كريمه اهل البيت صلوات الله عليهم وخذوا حاجاتكم الحاجات الشخصيه، الحاجات الاجتماعيه وضع المؤمنين في العراق هذا التحدي العظيم اللي اخواننا المؤمنون في العراق يواجهونه يعانونه حقيقه في وضع مؤلم ومحرج على الاقل اسندوهم بالدعاء اهم دعاء لنا بعد حسن العاقبه الدعاء لولي الامر الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجا ان شاء الله حاولوا ان تاخذوا جميع هذه الحاجات من قم ومشهد انما امره يعني امر الله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اهل البيت الله ايضا اعطاهم هذه القدره اذا قالوا لشيء كن فيكون ادعوا لاولادكم هذه التيارات الوافده تاخذهم الى الشرق والغرب والى الانحراف اللي يدمر دينهم ودنياهم ادعوا لاحفادكم الى يوم القيامه نسال الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا جميعا رأفتهم ورحمتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات. فأنارت الأفهام بِ بال... yeah mm -hmm.